السلام عليكم، معكم مصطفى، قناة رفيق الدرب، الدرس 18. دل، لسان ولغة، بلغي، معلومة، ساحي مالي مضاف، العلم الخاص باللغة بمعنى القواعد. بو شو أو، هدول ضمائر وصفات. ضمائر وصفات، طبعا ضمائر إشارة وصفات إشارة. كيم نا، كيم ضمير للسؤال عن الأشخاص، وأنا ضمير للسؤال عن الأشياء. تمام. بو ماسا، هذه الطاولة، هذه الطاولة. بو هون صفة إشارة، ليش صفة معنى ضمير؟ لأنه معروفة شو هي، ماسا. تمام. بو ماسا، بو ماسا، ياكن، قريب. شو ماسا، شوي بعيدة، أوزاك، بعيدة. شو ماسا، شوي بعيدة هديك الطاولة. أو ماسا، توك أوزاك، بعيدة كتير. إذا ضمائر بو شو أو، وأيضا هي صفات، هون موقع صفات، طبعا صفات الإشارة هي أشارت إلى شيء قريب في المكان وبعيد في المكان وبعيد كتير في المكان. تمام. بس مو معناته أنه بو شو أو تستخدم فقط للبعد والقرب، للإشارة بالبعد والقرب في المكان فقط، لا، أيضا في الزمان. تمام. مثلا نقول أو زمان، هداك الزمن مثلا بعيد. تمام. أو ساعات، هذيك الساعة البعيدة مثلا 3 4 ساعات. نقدر نقول بو ساعات، هاي الساعة، هاي يعني هالساعة قريب. وأيضا مو بس بالمكان وبالزمان، أيضا في سياق الكلام. مثلا أنا أحكي أقول هاي الطاولة، هاي الطاولة، هاي الطاولة، بعدين أقول بو ماسا، بو ماسا، ليش؟ لأنه ماسا اللي سواني هي آخر مرة. فمثلا قلت عم بحكي طاولة طاولة طاولة، وبعدين سكتت شي دقيقتين. طيب إذا بدي أرجع أشير إلى الطاولة، شو بقول؟ شو ماسا؟ يعني شو ماسا؟ الماس، الطاولة اللي كنت عم بحكي فيها قبل دقيقتين. وكمان إذا طولت فترة طويلة بقول أو ماسا، هذيك الطاولة يعني اللي كنت عم بحكي فيها قبل شي 10 دقائق. تمام؟ إذا نفهم شغلة إنه بو شو أو هي ضمائر إشارة، وأيضا هي صفات إشارة. لشو؟ للمسافة، الإشارة للأشياء، للقرب والبعد. القرب والبعد وين؟ في الزمان، في المكان والزمان، وفي سياق الكلام أيضا. تمام. ننتقل الآن إلى أورنك، أور أورنك معناتها مثال، مثال. بو ندر، بو قريب معناتها، ناس سؤال عن الشيء، والدر حيطينا إياها بين قوسين يعني مع الكلام، نقدر نستعملها ونقدر ما نستعملها، هي للتأكيد فقط. بو ندر، بو دولاب، دولاب يعني خزانة، سكرتون، بو دولاب، دولاب در. طبعا بالنسبة للاحق در، هاي در، شرط على مدرسة بالتفصيل في مرحلة قادمة. هون للتأكيد. بو كيم، كيم لسؤال عن الأشخاص، بو كيم در، بو أورت مان در. تمام. الآن نفس الأمر، هذا شيء، هذا شيء، هاي الأشياء. الآن بدنا نستعمل بونا وبوكي. نقرأ السؤال. هج، ثلاثة، أرنك، مثال، لا، أمثلة، دا، كي، جبي، جبي مثل الذي في الأمثلة، هاي الأمثلة. جملة لار أولوش ترالم، لنشكل جملة. طيب نشكل جمل. فأثناء تشكيل الجمل من الراعي شو مسألة بونا وكيمنا، هذا شيء، معناته نقول نكتب بو بونا. تمام. بونا جواب، جواب بو، طبعا بونا محطوط إشارة الاستفهام ما ننساها. بونا، بو
اف، تمام، او اف. طيب الصورة اللي جنبها، شو كيم، شو كيم، شو 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 بعدها شو شونا بونا، حسب كمان القرب، ما جمش لي بو بونا بو بو بونا بو تيتا جل، هاي وردي جل وردي. بوكيم 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 بو بو فوت فوت بول جو، لاعب كرة قدم، هذا لاعب كرة قدم. نكمل. شجرة بو ن بو آج آج، شجرة، تمام، بو آج. الصورة اللي بعده شخص، معناتها نقول بو كيم، نستخدم الضمير كيم اللي بيسأل عن الأشخاص، بو كيم، بو بو دكتور، بو دكتور. بونا، الصورة الأخيرة بونا، بو صندالية، صندالية، هذا كرسي. طيب ننتقل الآن إلى السؤال 4. سؤال 4 دوت، أشهدكِ كلمات، الكلمات، كلمة داري، الكلمات التي في الأسفل، هي علامة المفعول به. ويكون مناسب بوش لوك لارا، إلى الفراغات المناسبة يار الاشتراض، لنزيح، لننقل، لنزيح يار الاشتر، لنزيح الكلمات، كلمات إلى الفراغات المناسبة، تمام. الكلمات وقع عليها فعل الإزاحة يار الاشتراض. بوليس كيم، نحطهم نزيح، نشيل الكلمة هون ونحطها كيم، بوليس. بنجرة نا، هذا شيء لأنه. أورتمان، هذا شخص، كيم. أوتوبوس، هذا شيء، نحطه مع نا. كوش، طائر، نحطه مع نا. كوبك، مع نا. كوبك، كلب. أفوكات، محامي، كيم. كارسون، كيم. بوستاجي، كيم، أي أشخاص، بوستاجي ساعد، بريد. كاب، باب، شيء، مع الأشياء. تلفون، مع الأشياء، نا. شاي، شاي، مع الأشياء. شنطة، مع الأشياء، يعني نحطه مع أعمدتنا. كيدي، قطة، مع غير عاقل أيضا، نا. بلقي سيار، أيضا مع الأشياء، معناه. مهندس، كيم، مع العاقل. شاركجي، مغني، مع العاقل أيضا، كيم. هيف، بيت، مع الأشياء. دفتر، مع الأشياء، نا. همشيرة، ممرضة، مع العاقل، كيم، تمام. ننتقل الآن إلى شغول إكي، شغول إكي، شغول جمع، إك لاحقة، إي مضاف، اللاحقة الخاصة بالجمع، اللاحقة الخاصة بالجمع
تمام، اللاحقة الخاصة بالجمع لار. لار هذا حرف اللا صغير، حرف الراء صغير، حرف الآ كبير. حرف الآ كبير، طبعا هي اللاحقة، حرف الآ كبير بيرمز إلى الآ والآ، يعني في احتمالين، إما تكون آ أو آ. طبعا على أي أساس نحن نختار لار ولار؟ على أساس هاي القاعدة، إذا كان بآخر بالكلمة آخر حرف صائغ، مثلا هذا حرف الصائغ الآ، تمام، نختار لار. إذا كانت يعني مع كلام الأحرف كلن مفخمة نختار لار، إذا كانت الأحرف مرققة إنجا نختار لار. طيب نرجع لهون على الصور، نرجع مسألة القرب والبعد، بعد كثير. بوملار كوبيك، هدول بوملار، بوملار هو جمع بو، بوملار كوبيك. لاحظ ما أنه كوبيك لار، لا، هي نابت محل عن الجمع. بوملار كوبيك، شونلار كوبيك بعيدين، أونلار كوبيك بعيدين كتير. أونلار جمع أو، شونلار جمع شو. طيب عنا هون تكيل المفرد، تقول الجمع كتاب، كتاب لار. طيب على أي أساس اخترنا اللار ما اخترنا اللار؟ في عنا لار ولار، آخر حرف سائط في الكلمة هو الآ، الآ آ بدولار، لار كتاب لار. قز بنت، آخر حرف صائغ هو الأ، الأ لار، قز لار. كتو صندوق، حرف آخر حرف صائغ هو الأو، أو الأو لار، كتو لار صناديق. تلفزيون، آخر حرف صائغ أو، أو لار. تكيل تقول المفرد الجمع بنجرة، نافذة شباك، آخر حرف صائغ آ، اخترنا لار، بنجرة لار. كيدي آخر حرف صائغ إي، كيدي لار، إي اختار لار. كيدي قطة. كوي قرية، آخر حرف صائغ أ، اخترنا لار، كوي لار. أذن عنب، آخر حرف صائغ هو ال أ، اختار لار، أذن لار عنب. شكرا. طيب ننتقل للصورتين، بوملار نا، نقدر للتأكيد حيث بين قوسين نقدر نذكرها مثل ما نذكرها، بوملار نا، بوملار بارداك، ما نقول بارداك لار، إذا قلنا بوملار خلاص اللار نابت عن الجمع، بوملار بارداك. أو خرجنا نقول الجواب ثاني لهذا السؤال بارداك لار، ما نقول بوملار بارداك، نقول بارداك لار. كاسات، بوملار كين، بوملار أورنجي، ما نقول لار أورنجي، لار هي نابت عن الجمع. أو جواب آخر أورنجي لار، بوملار كين أورنجي لار. دينا ننتقل بعده، الصفحة بعدها، الصفحة اللي بعدها في عنا بيرينجي، بير واحد، بير نقطة، يعني بيرينجي الأول، نوت ملاحظة. الملاحظة الأولى، صي عدد لارلا مع الأعداد، ومقدار مقدار بالديران التي تخبر، صفات لارلا مع الصفات التي تخبر مقدار، بيرليكتا سويا معا، كلانلان مستخدمة اسم لاردا في الأسماء. تقول إكي لاحق الجمع كلان الماز، لا تستخدم، تمام. الآن نقرأ القاعدة، بيحب يدون القاعدة في اللغة العربية اكتبها. لا تستخدم لاحقة الجمع في الأسماء المستخدمة سويا مع مين؟ مع الأعداد. شو مع الأعداد؟ مثلا تشوف اسم اتش عدد ثلاثة، لا تستخدم لحق الجمع، ما نقول تشوف لار خطأ، تشوف، تمام. إذا لا تستخدم لحق الجمع في الأسماء المستخدمة سوية مع الأعداد، هذا اسم مستخدم سوية مع العدد، لا تستخدم لحق الجمع. هيكي
قلم. ما نقول قلم، لا لا، إكي قلم، قلمين. بيش باردات، كاسات خمس، تمام. ما منقول باردات لار. إذا أول فقرة عرف فهمناها شنو، لا تستخدم لا حط الجمع مع مين، في الأسماء المصدرة سوية مع مين، مع الأعداد. طيب أيضا لا تستخدم لا حط الجمع في الأسماء المستخدمة سوية مع مين، مع الصفات التي تخبر عن مقدار. مثلا كشي اسم مستخدمة سوية مع صفة تخبر عن مقدار، هي أز قليل، هي صفة تخبر عن مقدار. ما نقول أز كشي لا، لا، أز كشي شوك. أيضا هي صفة تخبر عن مقدار، شوك كثير، شوك إنسان. هيتش نوب أبدا، يابانجي أجنبي، هيتش، تمام. ما نقول لار، ما نستخدم لا حق الجمع. إذا لا حق الجمع لا تستخدم في الأسماء المصدرة سوية مع العدد، وأيضا مع صفات تخبر عن مقدار. طيب هاي واحد. في عندنا ملاحظة ثانية، إكينجي نوت. الملاحظة الثانية، سون هجل ريندا في مقاطع الصوتية الأخيرة أ أو أو بولونان الموجودة بعض يابانج أجنبية كلمات الكلمات، تمام. لار إكيني لاحقت، لار أضر، لار يأخذون، تمام. نون عن القاعدة في اللغة العربية، تأخذ لاحقت لار فقط، طبعا ما تأخذ لار. لار مين؟ بعض الكلمات الأجنبية الموجود في مقاطعها الصوتية الأخيرة أ أو أو. مثلا كلمة ساعات، ساعات انتهت كلمة عند التي. طيب آخر حرف شو هو؟ الآ. الآ شو مناسب له؟ الآ، ولكن تأخذ لار. ليش؟ لأنها كلمات شاذة، لار. إذا تأخذ لاحقة اللار فقط مين؟ بعض الكلمات الأجنبية الموجودة في مقاطعها الصوتية الأخيرة حول أحرف ثلاثة. ساعات لار، خيال لار، تمام. أحلام، حال 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 لار. لاحظوا ما نقول لار، حال لار. سياحات سفر لار لار. أسفار رول دور رول لار أدوار. ألكول كحول ألكول لار. سيمبول لار مثال، سمبول رمز، مثال نفس مثال، مثال لار. مشغول مشغول لار. بترول لار، بترول بترول. قلب لار قلوب. إدار لار، دار مثالي، مثالي يعني بيأمن بالمثالية، يعني بيأمن كل شيء يكون تمام، تمام. إذا مثالية، إذا الله. لاحظوا هاو كلمات حالة شاذة. الآن سؤال خمسة، بيش أشادك الذي في الأسفل، كلمة لار الكلمات هي بالإقمة، شغل جمع، يب عمل، أظن استكبي لنعمل جمع، لنعمل جمع، لنجمع، لنعمل جمع، لنعمل الكلمات جمع، لنجمع الكلمات. أين الكلمات التي في الأسفل؟ تمام، نبدأ نجمع الكلمات. طبعا على أي أساس نختار اللاحقة المناسبة؟ على أساس تذكروا قلنا في قال المفخم ومرقق، تمام. الصوت بالنسبة إلى حالة اللسان. دفتر، شو آخر صائت موجود في الكلمة؟ معناتها اللاحقة المناسبة هي لار، تمام. ألبسة كمان لار. بانكا، بانكا لار، بانكا لار.
بلاد، بلاد يعني تذكرة، بلاد لا، أركك لا، أورانجي لا، تمام، طلاب أركك ذكور، أورانجي طالب، أورانجي لا طلاب، قصورون لا، برو مكتب أوفيس يعني لار، على أساس الصائغة الأخيرة عم نستخدم اللاحقة إف لا، تمام، فيلم لار، بالك مناسب له لاحقة لار، إزانة لا، تمام، أوضة لار، أوضة لار، غرف، زانة صيدلية طبعا، بالك سمك، أوضة غرف، أكمك خبز، أكمك لار، بلاشك مواعين، أطباق، تمام، أطباق مواعين، بلاشك لار، قهوة قهوة لا، تمام، بارك حديقة، بارك لار، هوتيل هوتيل لا، فندق، نمرة نمرة لار، صندالية صندالية لا، أورمان أورمان لار، غابة طبعا صندالية كرسي، أورمان غابة، غابات، كيرا إجرة، كيرا لار، شماشر غسيل، شماشر لار، بيانو بيانو، بيانو لار، تمام، قادن قادنلار، نساء، لوكانتا مطعم، لوكانتا دار، لوكانتا دار، باكيت حزمة، باقة، باكيت حزمة، باكيت لار، بطاطس، بطاطا لار. هون نكون انتهينا في درسنا. لا تنسوا الإعجاب بالصفحة. شكرا لكم. أي استفسار تقدروا تحطوه بالتعليقات. السلام عليكم.